صباح الخير أو مساء الخير يا برج الميزان. طيب خلينا ندخل في القراءة العاطفية على طول، وإن شاء الله هنزل لكم القراءات بأكملها. هندخل في القراءة العاطفية الأول. برج الميزان، أنت الفترة دي مش متظبط خالص، وطاقتك حاليا طاقة فقد أو شاعر بحزن عميق كمان، مش حزن مثلا اللي هو بقالك فترة قليلة أو حاجة، لا ده بقالك فترة كبيرة. كنت تقريبا في علاقة، ممكن تكون زواج أو خطوبة أو علاقة، يعني من وجهة نظرك كنت شايفها مثالية، وكنت مستني هذه العلاقة بفارغ الصبر يعني، أو هذا الشخص كنت مستنيه ومبسوط بيه أوي أوي أوي. فجأة تحول كل شيء إلى العكس، يعني السعادة تحولت إلى تعاسة، وكل شيء بقى كنت متوقعه إنه يحصل ما حصلش. العشر كوبايات بقوا الخمس سيوف. في حد فيكم أنتوا الاتنين بيلعب على التاني، أو جرح في التاني قوي، أو اكتشفت خيانة، أو اكتشفت إن الشخص اللي معاك ده شخص مش كويس خالص، أو كان مثلا بينافقك، بيعمل حاجات من وراك، مثلا مخبي عليك ان في طرف ثالث مثلا، ممكن ان برضو هنا في طرف ثالث اهو، في حاجة انت اكتشفتها عن هذا الشخص خليتك او خلت هذه العلاقة تتحول زي ما يكون ساحة حرب كده. فانت تقريبا اخترت ان انت تمشي من العلاقة دي وتنهي هذه العلاقة، او ان الشخص ده انا حاسه ان هو قلب الترابيزه، يعني عارف اللي هو بيقلب الترابيزه الشخص ده، يعني مثلا هو غلط فيك او خبى عليك حاجه، ولما جيت واجهته لبسك انت الحاجه دي، او لبسك انت حاجه ما عملتهاش عشان يخرج هو منتصر. ف يعني شخص مش هذا الشخص، انا اعتقد انه شخص مؤذي شويه، مؤذي بالافعال والكلام كمان. طيب هو مشاعره ايه؟ ده مشاعره خطيره يعني، ده الكوين اوف وندز. خلينا نشوف الكوين اوف وند هنا. هو الشخص ده على فكرة من النوع اللي بيخبي مشاعره، بيخبي مشاعره جدا جدا جدا. خلي بالك بقى لو الشخص ده اذاك او لعب عليك او خبى عليك اي حاجة، وحاليا هو قاعد في دور المنتصر ودور اللي ما عملش حاجة خالص، وكمان ممكن يكون مش بيكلمك، مش بيتواصل معاك، قاطع كل السكك عنك، او بيعندك، او بيبين لك ان هو مثلا ارتبط مثلا، او انت مش همه، لكن هو في الحقيقة تعبان جدا. هو مصدر لك الوش ده، لكن هو واخد العشر سيوف، العشر، ومشتاق لك جدا جدا، وعايز يكلمك، مش عايز يكلمك، ده منى عينه انه يرجع التواصل بينكوا تاني، لكن هو عنده كبرياء طاغي على هذه المشاعر، ومضطر ان هو يصدر لك الصورة دي. اعتقد ان انت مشيت، اعتقد ان انت مشيت، لان انت كمان في طاقة الفور اوف سوردس، هو شايفك ان انت مشيت او ساكت، شايفك ان انت شايف ان انت خلاص مش عايزه في حياته تاني. هو شايفك ان انت ممكن تكون انت عملت له بلوك، انت نهيت كل حاجة يا برج الميزان، خلاص هو شايفك ان انت نهيت كل حاجة، خلاص انا مش عايز اسمع عنك تاني، انت شخص سيء وشكرا على كده. فهو مضطر يصدر لك الصورة دي، صورة انا جامد، انا مش هاممني حاجة، مش هاممني انت ولا العلاقة، ملكة قاعدة ولا همها حاجة، لكن هو في الحقيقة العشر سيوف في الظهر، وهو شايفك ان انت هادي جدا ومش عايز تكلمه تاني، ولا عايز تسمع عنه اي حاجة، ومكتفي بهذه النهاية وشكرا على كده. انا يعني حتى مش عايز اتواصل معاه، يعني مثلا حتى تقول له اي حاجة خالص، زي ما تكون انت قلت كل حاجة، او حتى لو ما كنتش قلت فانت مكتفي بالبعد ده، مش عايز منه اي حاجة. وشافك كمان زعلان، شافك زعلان قوي، او واخد عارف، عندك خيبة أمل في هذا الشخص، أنت بالظبط أنت مصاب بخيبة أمل، لأن كمان طاقتك الفايف أوف بانتكلز، مصاب بخيبة أمل أوي أوي من هذه العلاقة، ما كنتش متوقع إن شخص يطلع كذاب مثلا، أو يطلع منافق، أو يطلع مثلا في طرف تالت، وهو كل ده كان بيكذب عليك.
هو شايف العلاقة ازاي؟ السيفن اوف وند، هو شايف ان العلاقة دي في طرف منكم انتوا الاتنين، اعتقد انت طبعا، خد قرار بالانفصال بسرعة بسرعة قوي، يعني حتى ما سمعتش منه تبرير. انت مثلا انت تقريبا اكتشفت عنه حاجة لان انت اغلقت العلاقة هو من غير تبرير، او مثلا برر لك بس انت قلت له لا، سواء كده او كده انا ماشي، فانت قطعت فورا. هو شايف ان هو على فكرة عايز يدافع عن نفسه على فكرة، وشايف ان انت مش مديله فرصة خالص. كل مين يتكلم معاك تقول له بره، مش ما تتكلمش معايا هنا تاني، او مثلا يبعت لك رسائل ما تردش، تشوف ما تردش، او ما تفتحش المسجات خالص، او عملت له بلوك من كل حتة. فهو عايز ياخد فرصته في انه يدافع عن نفسه. الشخص ده عصبي على فكرة، ده برج ناري او هوائي، عصبي جدا جدا، ومش بيستحمل حد يوجه له انتقاد. يعني لو وجهت له انتقاد قلت له مثلا انت عصبي، يقول لك انا عصبي والله انا مش عصبي، ويزعق. فما يحبش حد يوجه له انتقاد او يحس بظلم. يعني هو من وجهة نظره شايف انه اتظلم بصراحة، بأمانة، يعني هو شايف انه اتظلم، او انت ما سمعتلوش خالص. هو ناوي على ايه؟ هو ناوي يحقق لك اللي انت كنت عايزه في انه يمشي، ناوي انه يرحل الى، ممكن يكون الشخص مع طرف ثالث على فكرة، ممكن بالفعل مع طرف، ممكن يكون مع زوجة. هو هيمشي بالفعل من هذه العلاقة، في حد معاه على فكرة يا برج الميزان، هذا الشخص معاه طرف آخر، ممكن يكون زوجة أو يعني حد تاني، أوكي، ممكن يكون حد تاني، أو هو كان محتار ما بينك وبين شخص آخر، أو في طرف تالت وخلاص، فهو ممكن يروح للطرف التالت ده، هيروح له يعني، يقضي معاه وقت الفترة دي كده، هو هيروح له يكلم فيه بينهم كلام أو حاجة، وهيكتفي جدا بأنك قفلت العلاقة ويرحل إلى شخص آخر أو علاقة أخرى. وعلى فكرة هو هيقصد يعمل كده عشان يبين لك انه فعلا مش همه انت خالص خالص. طبعا اللي هو هيعمله، هيعمل بقى اللي انت كنت عايزه. بص يا برج الميزان، الشخص ده هيقطع معاك الفترة دي، بس احتمال يرجع لك تاني على فكرة، هو احتمال يرجع لك تاني، بس مش هيرجع دلوقتي. يعني خلينا نتكلم بواقع، هو مش هيرجع دلوقتي، هو نواياه ان هو يرحل دلوقتي، يرحل. اللي هيعمله بقى ان هو الاس اوف سوردز، هياخد قرار بانه يقدم لك عرض جديد، الاس اوف بانتكلز، عرض جديد، بس عرض حقيقي. انت ممكن تكون سبته ان هو مثلا بيراوغ معاك، صح كده، ممكن يكون بيراوغ معاك في انه مثلا تعرفوا طبيعة العلاقة اللي ما بينكم، او انك، او مثلا لو بنت يجي تقدم لك، طب لو ولد انها مثلا تحافظ على العلاقة، بتغير عليها مثلا، او اي حاجة من الحاجات دي. فهو هياخد قرار في علاقتكم وهيجي يقول لك على القرار ده، انا واحد اتنين تلاتة، بس طبعا طلع لي the lovers والاس اوف وند، بس هو عنده حد تاني هيقضي معاه وقت شويه، بس مش علاقه عاطفيه، يعني صديقه او صديق، حاجه من الاثنين. انه هو تعبان جدا الشخص ده، هو مش تعبان من فراق وكده، لا، تعبان، هو متغاظ منك قوي قوي، متغاظ منك ان انت قدرت تنهي العلاقه دي، او عايز بالفعل انك تبعد. يعني ممكن تكون بتتعامل مع حد برج الجوزاء كمان، فهو هيرجع لك تاني ولكن بعرض حقيقي المرة دي، يعني انا بحبك وعايز اكمل، وفعلا هلتزم بالعلاقة او هلتزم بالشيء اللي انت طلبته مني، بس هو عنيد جدا. والفترة دي هي فترة مهمة جدا ان هو يكسر العند ده. انا عايز اشوف لك النصيحة كده يا برج الميزان، هل البعد ده صح؟ هل البعد اللي انت عملته مع هذا الشخص ده صح ام لا؟ او القطع مثلا، قطعت ده صح جدا.
جدا ده شوت. النصيحة بتقول لك، نشوف لك تاني اهو بالظبط. النصيحة بتقول لك يا برج الميزان تقدم في حياتك واترك خالص هذا الشخص الفترة دي، اتركه دلوقتي، سيبه بقى، هو هيعرف هو عايز ايه وهيجي لك. هو على فكرة بيحبك، يعني انا مش هنكر ده، بلاش نتبلع على رجل متضايقين منه وبتاع واقفين العلاقة ومش طايقين نسمع عنه حاجة، بس انت داخل عشان تعرف برضو هو بالفعل ما كانش بيحبني. لا هو بيحبك، بيحبك على فكرة، وشايفك شخص مثالي جدا، وشايفك شخص جميل وما تعوضش ان هو شايف ده، لانه كمان شايفك العلاقة التين اوف بانتكلز، ممكن يكون زوج هذا الشخص، لكنه هو الاس اوف سوردز. الشخص ده عنيد متكبر جدا وما يقدرش يظهر الهزيمة، ما يقدرش يقول لك انا اتهزمت، انا ما اتهزمتش. فهو النصيحة بتقول لك كمل بقى اللي انت عملته، ما تبوظش اللي انت عملته ده، انت عملت حاجة صح، انت بتعلم هذا الشخص درس، انا عندي كرامة، انا واحد، انا اتنين كذا. فتقدم بقى في حياتك واترك هذا الشخص شوية، هو هيراجع نفسه افكاره وهيرجع لك مرة تانية ان شاء الله، بس هيرجع لك احسن من الاول بكتير بكتير. انت هتستغرب هذا الشخص ايه اللي حصل له ده، ايه التغيير ده. هو في حياته حاليا النايت اوف كابس، هو معاه كوبايه، ممكن يكون بادئ مشروع، ممكن يكون بادئ مشروع بالظبط، ده بيشتغل جامد قوي 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 ومحوش فلوس، ايه يعني، الله اكبر، ذكي جدا هذا الشخص، وبادئ مشروع جديد او عنده فكره لحاجه وهيبداها، وشكله هينجح فيها، هينجح جدا 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 فيها جدا كمان. ويعني هيبقى تقريبا هو يعني ممكن يكون هذا الشخص مزاجيته متعلقه بالاموال مثلا، يبقى كويس لما يبقى معاه فلوس، بس هو دلوقتي متقدم جدا في حياته. انت كمان بقى استغل الفتره دي وتقدم انت كمان في حياتك.